أخبار اليوم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على حضرة النبي الكريم وآله وصحبه أجمعين. سؤالنا اليوم: ما الحكم إذا احتلم الصائم في نهار رمضان؟ ما حكم صومه؟ صيامه صحيح، يغتسل ويمسك بقية يومه ويصوم إن شاء الله يوما بعده، يعني بعد انتهاء شهر رمضان إن شاء الله عز وجل. هذا والله أعلم وأعز وأكرم.